فوز مستحق خلينا نقول، بس في البداية طبعا لازم برضو يعني في واجب عزاء لازم نقدمه على الهواء مباشرة. بنقدم طبعا واجب العزاء للأستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لوفاة شقيقاته، ربنا طبعا يرحمها وإن شاء الله تكون آخر الأحزان. ألف سلام يعني نقول كل البقاء لله طبعا، وخالص تعزينا للأستاذ عمرو الجنايني. الجنايني من الشخصيات المحترمة جدا 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 جدا، والكابتن طبعا محمود الخطيب رئيس النادي وكل مجلس الإدارة قدموا تعازيم طبعا للأستاذ عمرو الجنايني. صحيح، بيشاطروا طبعا الأستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة الأحزان في وفاة المغفور لها بإذن الله شقيقته، وما عندناش غير إن احنا ندعي لها، تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأدخل لها فسيح جناته.